مصر عبد الفتاح السيسي قرر يخصص 1.2 مليار دولار لوقف انقطاع الكهرباء في الصيف، لماذا؟ هنا سؤال، وهنا سؤال يطرح بلح، لماذا قرر السيسي الآن محاولة حصار قطع الكهرباء؟ لأن التقارير الاستخباراتية، تقارير رفع الحال اللي بتطلع للمخابرات بتقول إن الشعب واصلة معاه للآخر، إن الشعب على شعره، أصل عيش ومفيش، فلوس ومفيش، أكل ومفيش، كهرباء ومفيش، كرامة ومفيش، غزة وسايبينها، عيالنا وبتموت، بهدلة وقلة قيمة وقلة مروة وعايشين فيها. طب أنا يا باشا خايف على إيه أكتر من كده؟ يلا بقى ننزل الشارع، هتموتني؟ طب ما خربانة خربانة يعني، تعالى أوري أدي يعني أوريك آلاف الرسائل اللي بتجيلنا، الناس لا الحياة والموت ما بقاش فارق، لأنه بيقولك أنا عايش ميت. فبناء على التقارير الاستخباراتية اللي طلعت لهم إن مسألة قطع الكهرباء دي هتقطع دابر نظام السيسي، لأن الشعب جاب آخره منها، خلتهم يحاولوا يتحركوا. بس حتى الوعود ما بقاش عندهم إبداع فيها، النظام ده عقيم، حتى الوعود ما بقاش عنده إبداع، ما بقاش عنده وعود يقدر يوعدها لحضرتك، بقى عقيم جدا 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 جدا، إنه فلس وخلص اللي عنده. طيب مش مهم بقى حضرتك عايش في البيت مش عارف تعيش، وعيالك بتقعد في الحمام عشان تلقط شبكة، والتاني بيقف في الشارع تحت، والتالت راح الكنيسة ولا راح المهم ان صورة الزعيم تفضل منورة، موتوا وعيشوا في ظلمة، ونقطع عليكم الكهرباء ما تبقاش شغالة في الشوارع، ونقول لكم المحلات تقفل الساعة 10 علشان ما نعرفش نستقضى اي حاجة، عيالنا لما الشارع يبقى ضلمة السرقة بقى والخطف والاغتصاب والمخدرات وكل ده يتاح في الشارع، كل ده مش مهم، المهم تفضل صورة الزعيم منورة زي ما هتشوف معايا في الصورة كده، صورة الزعيم الأهم، كل حاجة في مصر تضلم إلا صورة الزعيم، الزعيم لازم دايما يفضل منور. وكأن يا جماعة في حد بيتحدانا، والله العظيم كأن حد بيتحدانا، واضح إن في حد بيطلع لنا لسانه، واضح ان في حد بيقول لنا يا شعب طز فيك، المهم صورة الزعيم تنور، وانت يا شعب مش مهم، المنظر قدامك اهو كح ظلام دامس، وايه اللي منور؟ الزعيم. يا عم انت جايبني، هات الزعيم، خلي الناس تملي عينها من صورة الزعيم اللي منورة وسط الايه، وسط الضلمة. ده بالظبط اللي ينطبق عليه، خربها وقعد على تلها، ده ضلمها ونوروا صورته، علشان ايه؟ علشان يفكرك دايما بسبب الخيبه اللي انت فيها. الناس اللي شغاله مع عبد الفتاح السيسي بشكركم جدا، انتوا ناس عبقره زيكم زي المصور بتاعه، بتقولوا لنا مين سبب القرف اللي احنا فيه، ومين سبب الغم اللي احنا فيه، ومين سبب الهم اللي احنا فيه. السبب هو اللي واقف منور وسط الضلمه اللي عممها علينا وعلى بلدنا. في الوقت ده ما بيتكسفش واحد زي احمد موسى يطلع يقول لك ايه؟ السيسي بياخد حرب من اجل التنميه. بص حماده، التنميه مش حرب، التنميه اراده، التنميه مشروع، انما الحرب تكون على الفساد والفسده اللي زيك وزي السيسي، الحرب تكون على الخونه والعملاء اللي زيك وزي السيسي، الحرب تكون على الاعداء، اعداء الوطن، علشان حفظ الوطن، مياه الوطن وأرض الوطن وجزر الوطن وحدود الوطن. إنما التنمية إرادة، التنمية حاجة كده بتعملها وانت بتكافح علشان تنهض ببلدك، وفي نفس الوقت تحارب الفساد أو تحارب الأعداء. فبطل همد يا حمادة، عشان الكلام اللي انت بتقوله وانت مش فاهمه بيورطك، لأن أنا عارف طبعا وانت عارف والناس كلها عارفين إنك يعني تمامك، إذا عرفت تقرأ اللي مكتوب لك يبقى خير يعني وبركة.